هاي جيكس، ويلكم باك، معكم حسان سالم. من شوي يا جيكس كنت قاعد عم بتصفح اليوتيوب، فلقيت انه في فيديوهات جديدة نازلة عم تستعرض الجيم بلاي تبع مورتال كومبات 11. وانا حكيت هذا الموضوع قبل، مورتال كومبات بعتبرها من احلى العاب القتال اللي لعبتها بحياتي، ومن وقت ما شفت انه في فيديوهات جديدة نازلة صرت أدندن الموسيقى المشهورة تبعت مورتال كومبات اللي بصيح فيها واحد بقول مورتال كومبات، اللي هاي عرفتوها يعني، أنا تقليدي زي الزفت بس يعني. أوكي جيكس، على الأغلب بدنا نشوف ثلاث فيديوهات، خلينا أحضرهم. أوكي جاهزين؟ دقيقة. أوكي استنى. ويت يعني مع بعض. واحد اثنين تا لا تا. Our second fight here is Sonya versus Scarlett, who was a returning character from Mortal Kombat. مين هاي؟ هديك سونيا. مين هاي سكارلت؟ تتحكم في الدم. مين هاي؟ ايوه اعطيني. Both Sonya and Scarlett return with their classic moves as well as some new ones. مين هديك؟ أحلى هاي ضربة سونيا معروفة هاي. Sonya has a bunch of gadgets that she can play with here. أوه. Okay. What the freak? While Scarlett has Sonya رهيبة. Blood attacks. أوه. ضرباتها من الاخر. انا عجبتني سكارلت تتحكم بالدم. هذا الزلمه من شوي حكى انه في من شوي حكى انه في ضربه كاونتر اتاك، انه تعمل بلوك في نفس اللحظه اللي بضربك فيها تعمل كاونتر اتاك. التنتين اضرب من بعض. انا عاجبني الفاس هذا اللي بتعمله او المنجل اللي بتعمله من الدم. اي ماي جاد بالشلوت. ايش فيتال بلو؟ ما ماتت افهم بس. اوه ماي جاد. فينيش. في فينيش في فيتاليتي. طلعت عينها. هذا الفيديو الثاني. طلعت عينها. مين هاد؟ جراس. شخصية جديدة هاد. هذا ديمو او اشي. سكوربيون، سب زيرو، ريدن، سكارلت، جراس، ابو راس وباراكا. انا بحب باراكا من زمان. باراكا شخصية رهيبة. الفيتر بلو هاي الضربات اللي عملتها بالاخر، سمعت الزلمة عم بيحكي انه لما ينقص الهيلث كنه بعد 30% بتصير عندك L1 و R1 تعمل فيتر بلو. لازم ينقص الهيلث تبعك، مش زي قبل في 10 تعبي بار كامل، لا ينقص الهيلث يصير اقل من 30% تعمل هاي فيتر. خرب بيتها. اخ هزيت الكاميرا. انا اسف. ايش هاد؟ اوه ذكرني بالسحلية من شادو اوف ذا كولوسس. باراكا رهيب. Sonya
So this is a Mortal Kombat game, so you expect the fighting. Oh, oh, hi, oh, okay. 11 sees the return of Baraka, who was a fan favorite. Baraka شنيع. So let's see some of the moves. ضرباته شنيعة. طلع فلافل. اي انا بينك. اوه هاي حركة مشهورة هاي. اخ 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 اكلوا بركة. كنا بستنى ريزيدنت ايفل 2 ريميك تحول لزومبي. اكل ايده يخرب بيته. اخ 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 moments out there. لطشه بالثانيه. Had 1 meter that's a shared resource amongst the offense, defense and the super moves. Mortal Kombat. ما تاخذني انت اللي بتحكي بصراحه مش مركز معك انا اسف بسمعك بعدين. Vertical meter is the defensive attacks. كل واحد خايف من الثاني كل واحد بيرجع. Baraka's going to shooting 2 using his offensive moves. اخ can extend this leg stab here into a throw with a also هاي الفيت اللي بلو فوق ضوت from a knockdown TRT and you're going to notice here that the fatal blow is that's actually tied to 30% of the health meter when it's reduced you get fatal blow available. يلا حد يعمل فيت البلو يلا يلا مورتال كومبات اخ او اوكي ما عمل فيت البلو كتكنيله اعمل فيت البلو اخ او ايش او شو طلع براك رهيب اخ So Scorpion missed his fatal blow attack but it actually will regenerate after a cooldown period. Come here. Oh my god. شوه تشويه. So you notice his fatal blow. حلوة هاي ال خلاص. Oh my god. And now to be outdone, Baraka now has his fatal blow available. اخ خرب بيتك طلع مخه من عقله خرب بيتك فينيش هيم في فينيش في فيتاليتي في لا 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 خلاص فك شو بتقي ما ضل شي شي منه ما ضل شي شي منه هذا هاي الشخصية الجديدة يخرب بيته هذا اسمه جيراس شخصية جديدة ما اعرف شو هو شو براكة هاد هذا نشوف حركاته اوكي ايش استر رمل هاي اكسر مخه يتحكم بالرمل نايس ذكرني ب برنس اوف بيرجا رهيبة على فكرة اوه اوه وينو حاولني هي ثبته في ارضه او في الهواء اوه ماي جاد بتحكم بالوقت فينيش في فينيش او ماي جاد هذا رهيب 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 جيراس اسمه بتحكم بالرمل كأنه بتحكم بالوقت عمل زي هيك الريوايند انه رجع الزمن خش الحكي ببعضه من البرد عم الدنيا كتير برد هون كتير تحت الصفر درجة الحرارة اي
فكأنه بتحكم بالزمن بتحكم بالرمل. بس شو قصة براكة؟ الفيتاليتي تبعته مش طبيعية. مخه بعدين أكل مخه. كنا بستنى ريزدنت ايفل 2 ريميك. براكة فات عن عجق زيادة فصار يأكل الناس. حسب ما فهمت يعني الشغلات الجديدة اللي ضايفينها في كاونتر اتاك اللي هو تصد بمجرد ما يضربك تعمل كأنه كاونتر اتاك انه ضربة مضادة سريعة بتكون قوية زي نظام الار بي جي هذا حلو. وفي اللي هي الفيتال بلو بدل ما تعبي بار اللي اذا بتذكرينه في الاجزاء اللي قبل في بار كامل بتعبيه عشان تعمل هذا الضربة الخنفشارية هاي على البلاي ستيشن يتكبس L2 R2 مع بعض. بس هون لا لازم ينقص الهيلث تبعك لأقل من 30% لحتى تتفعل عندك وبتعملها كأنها وسيلة إنقاذ لإلك. بس رهيبة يا ماي جاد. أوه الفيتاليتيز. بس في شغلة لاحظتها كأنها الرسومات تبعت الشخصيات بعرفش إذا هذا أنا يعني بحكم هو اللي شفته هذا اللي شفته كله نسخ تجريبية وديمو. بس كأنها رسومات مخففة. فهمت شو قصدي؟ يعني الرسومات مثلا في مورتال كومبات 10 كانت كتير هيك سموها هيك مشعة على الشاشة ألوانها ضاربة كتير على الشاشة والشخصية تفاصيلها مش طبيعية على الشاشة في مورتال كومبات 10 اللي لحد الآن بلعبها على فكرة لحد الآن بلعبها مورتال كومبات 10 على قد ما هي رهيبة. فأنا حاسس في فرق بالرسومات. الرسومات في 10 كانت مشعة أكتر هيك ألوانها وشخصية والتفاصيل كانت أقوى. هون حاسس الموضوع أضعف. هل هو بسبب انها نسخة تجريبية ورح تتحسن او هي هيك حسيت هلأ تذكرت على فكرة مش هلأ تذكرت هلأ يعني انتبهت على شيء. حسيت الشخصيات بتشبه نوعا ما اشكال الشخصيات في انجاستس لعبة انجاستس Gods Among Us اسمها اللي فيها باتمان وسوبرمان وبويزون ايفي وفلاش. عرفتوا هاي اللعبة لنفس الاستوديو اللي هو شو اسمه نذر نسيت اسم الاستوديو هلا بعرف لازم اعرف شو اسم الاستوديو نذر ايش نذر ريلم خلص بدون ما تشوف حسان هلا تذكرت اسمه نذر ريلم استوديو نذر ريلم هو نفسه اللي عمل انجاستس. فاشكال الشخصيات والوانهم وهيك وتفاصيلهم بذكرتني بانجاستس مش في مورتال كومبات 10. فمش عارف هلا انا بصراحه يعني انجاستس رهيبة ومورتال كومبات 10 رهيبة فأنا تهت هلأ. بس لا مورتال كومبات للعبة مثل مورتال كومبات لا بفضل تكون يعني على مستوى 10 وأطلع على مستوى 10 لأنه انجاستس مش عنيفة زي مورتال كومبات إنه باتمان وسوبرمان مش عنيفة فيش فيها دماغ بيتاكل وما فيهاش عينين بتبوز. عرفتك شو قصدي مورتال كومبات شنيعة أكتر عنيفة أكتر والشخصيات لازم تكون شنيعة برضو. انجاستس لا هيك فيها أخف شخصياتها أخف بالضربات وهيك. فأنا مش عارف هذا رأيي يعني إذا في عندي انتقاد بسيط فهو أشكال الشخصيات حسيت أشكالهم قريبة لإنجاستس يعني. بس شكلها من الآخر على فكرة شكلها من الآخر أو يمكن أكون غلطان أنا يمكن مش غلطان قصدي يعني ممكن إنه هذا لأنها نسخة تجريبية فكل شيء بيتغير. هي لسه اللعبة حسب ما شفت 23/4 على تنزل فلسه قدامها ضايل 3 شهور كنا يعني كل يوم بيغيروا بيعملوا بيسووا فممكن يصير في تغيير. جيكس حبيت أتفرج أنا وياكم على على الفيديو الشنيع حتى مع مورتال كومبات. أنا بحبها كتير هاي اللعبة فكان لازم يعني بس شفت الفيديوهات كان لازم أشارككم الموضوع. فإحنا هيك وصلنا لنهاية الفيديو هذا الخفيف البسيط. ليش الحكي بخش ببعضه عندي أنا كتير بردان كني عاد لابس منيح بس بردان. جيكس إحنا هيك وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبكم لا تنسوا اللايك والشير. أنا بتشكركم كثير للمتابعة وقريبا برجع لكم بفيديو جديد بأمان الله.